اهلي زمالك اسماعيلي. اكتر مباراه ممتعه بالنسبه لك للزمالك الموسم امبارح؟ امبارح ماتش تحفه، ماتش حلو كله، حتى المصري خلى الماتش حلو. كابتن علي ماهر بيهاجم وعايز يكسب بعد طرد احمد رفعت توقعت ايه؟ توقعت الزمالك يكسب بعد طرد طارق، قلت لا الماتش بقى ايكوال خلاص تاني بعد جون التعادل 2-2 وموته. ما انا بقول لك بقى الماتش ايكوال خلاص، ما تضمنش ايه اللي يحصل. توقعت ان في اخر دقيقتين الزمالك، والله قاعد مستني وحاسس ان الزمالك هيكسب. كنت حاسس الزمالك هيكسب، بس ما تضمنش يعني. ما بتبقى نفسك، انا كزملكاوي قاعد جوايا عايز الزمالك يكسب، بس من مصر كمان الدنيا كابتن علي ماهر مطرود منه، بيعمل تغييرات هجوميه، نزل عمر كمال عبد الواحد واوستن اموتو مع بدايه الشوط الثاني. سوري يعني اللي بيتفرج يقول لك ده كابتن علي ماهر ده يعني ده مجنون، ازاي يعمل كده قدام الزمالك؟ فاللي خلى الماتش حلو ان واحد اتطرد، ان طارق طلع، وطارق طلع والماتش بقى 10 10 والمساحات بقت كبيره، قبل طارق الزمالك ماسك الماتش وراح كوره واثنين وثلاثه بالظبط. فاللي خلى الماتش حلو كده المصري عايز يكسب، والمصري فتح مساحات، وكابتن علي ماهر بيهاجم، الزمالك بيهاجم طبعا عايز يكسب. فبقى ماتش السجال ماتش حلو قوي، من احلى الماتشات السنه دي في الدوري. الزمالك ان شاء الله. ده شعورك واحساسك ولا واقع؟ والله بص الماتشين اللي فاتوا دول ادوني احساس كده ان الزمالك ربنا رايدها له كده. بس دايما مع الاهلي يقول لك المكسب يجيب مكسب، عارف الفلوس بتجيب فلوس. ما الاهلي يا ولاد لذين ما يضمنوش. بس انا مبسوط بفريق الزمالك، وخلي بالك برضو الحاجات اللي بتحصل في الزمالك، تغيير المجلس والحاجات دي ورغم ان انا معاها على فكره، انا مع يعني اي تغيير بيحصل، وبقول الكلام ده على طول، ان قعدت مع سيادة الوزير اشرف صبحي، والراجل يعني في كلام في السوشيال ميديا بيطلع ان الوزير ضد النادي او ضد الزمالك. الوزير زملكاوي، مش مالهاش علاقه، هو بيعمل شغل على فكره واحد انتمائي، هو راجل عادل وراجل على مستوى عالم الجميع، بس هو انتماء. والله انا قعدت معاه مرتين يعني غريب انك تقولك انك ضد الحاجه اللي انت بتحبها. والله يا سيف وحياه ربنا مش بقول الكلام ده مجامله، قعدت معاه مرتين، الراجل بيبذل كل جهده. لا دي حقيقه. لا والله يا سيف وحياه ربنا وربنا يعني حاسبني على الحلفان ده، راجل مجتهد جدا، عايز يعمل كل حاجه لنادي الزمالك، واي مستحقات نادي الزمالك بيحاول يجيبها، والدوله بتحاول تساعد نادي الزمالك، وحتى اللجنه الجديده فيها ناس يعني رجال اعمال وناس. بس استغربت تقول انك مع التغيير، يعني احيانا التغيير بيبقى اضطراري، لكن ما نقدرش نقول ان دي ظاهره صحيحه واحنا معاه. لا ما هو عشان انت خلاص اتحرضت الموقف، ان حصل مجلس كان استاذ مرتضى مشي وجي لجنه برضو. عايز اشكر المستشار عماد عبد العزيز، يعني عمل دور كبير جدا في فتره صعبه جدا وصير الامور، وبدا ناس تيجي بقى ثانيه، طبعا كابتن حسين لبيب والمجلس اللجنه الجديده، ناس بقى هتبدا ان شاء الله تقدر تعمل تنميه موارد لنادي الزمالك. وانت عارف نادي الزمالك عليه يعني فلوس كتير وعنده التزامات كبيره للعيبه وكل المسؤولين فيه، فالناس بتجتهد، ويعني شايف ان مؤسسات الدوله والله كلها بتساعد، والوزير كمان بيساعد، عكس ما بعض جماهير الزمالك على السوشيال ميديا متخيل.